في دورية مهمة جدا في أبحاث الطاقة اسمها Advanced Energy Materials، أو لو عربنا الاسم هنقول مواد الطاقة المتقدمة. دي دورية رائدة في أبحاث الطاقة. الدورية دي أو Advanced Energy Materials نزلت على الغلاف بتاعها صورة كده شبه البطارية، أو شيء له علاقة بالطاقة، بطارية شيء ما. اسم الارتكل ده الغلاف، انما الارتكل جوه او المقاله العلميه معقده قوي، يعني حتى العنوان بتاعها يصعب على امثالي ان انا حتى الخصه. انا هحاول اقرا ترجمه حرفيه لبعض من عنوان المقاله. المقاله بتقول: جيل جديد من بطاريات الزنك الهوائية القابلة لإعادة الشحن باستخدام عامل محفز من النيكل والكوبالت والحديد. طيب مش فاهمة، إنما اللي أنا فاهماه كويس جدا إنه الدورية دي والمقالة دي بتقول إنه الجيل ده من البطاريات اللي بيعمل ثورة في الطاقة، بدل كل البطاريات اللي احنا بنستخدمها دلوقتي، بطاريات الليثيوم، بطارية الموبايل، بطارية اللابتوب، كل الحاجات اللي في التكنولوجي دلوقتي اسمها بطاريات ليثيوم. البطارية دي اللي عملها واللي طورها واللي حل مشاكلها بشكل كامل الباحث المصري الفذ ماهر القاضي. ده اللي انا فاهمه كويس جدا، انه في باحث مصري خريج جامعة القاهرة، انما بقاله سنين في كاليفورنيا، اشتغل كأستاذ مساعد في قسم الكيمياء والكيمياء الحيوية في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وكمان له علاقة بالجزء التطبيقي بالعلوم اللي هو قائم عليها وهي الطاقة او النوع ده من البطاريات. الحقيقة الموضوع مهم جدا لأكثر من سبب. أولا قدرنا نحصل على بطارية قابلة لإعادة الشحن يمكن استخدامها لأكثر من 1300 مرة، والحقيقة ده رقم قياسي. ثانيا قدرنا نحقق ده باستخدام عامل حفاز رخيص جدا مصنوع من النيكل ومن الكوبالت والحديد، ودي معادن متوفرة بكميات كبيرة في قشرة القرى الأرضية. والحقيقة الأمر ده مهم جدا، لأن النهاردة أقوى العوامل الحفازة اللي موجودة في العصر الحالي مصنوعة من البلاتين ومن الروثينيوم. يمكن السادة المشاهدين بيسمعوا عن المعادن دي للمرة الأولى، لكن خلينا نقول إن لحد سنة 2010 البلاتين كان أغلى من الذهب، هو من المعادن الثمينة والغالية جدا، لكن نتيجة لتغير حركة المال العالمية واعتماد الاقتصاد العالمي على الذهب في السنوات الأخيرة رفع من سعر الذهب، ولكن النهارده ما زال البلاتين برضه غالي جدا. عشان كده استخدام عامل حفاز من البلاتين داخل بطاريات الزنك الهواء هيكون غير مجدي من الناحيه الاقتصاديه. عشان كده بنعتقد ان العامل الحفاز الجديد المصنوع من مواد رخيصه هيكون ليه اهميه كبيره في هذا المجال. الحاجة الأخيرة إن تطوير بطاريات من الزنك هيكون ليها مردود اقتصادي عالمي أيضا، لأني هيقضي على الاحتكار في بطاريات الليثيوم أيون. نتائج البحث الحالي ممكن تدخل حيز التنفيذ في السنوات القليلة القادمة، لكن الحقيقة صعب جدا تحديد مدة زمنية محددة. الحقيقة أنا قدامي منها نموذج أهوت
هذه البطارية بتستخدم بشكل أساسي في الأجهزة السمعية اللي بتوضع خلف الأذن، وهي لا تعمل حرفيا إلا في وجود الهواء. عشان كده في خلف هذه البطارية في ثقب بيسمح بدخول الأكسجين من الهواء. هذا الأكسجين بيدخل داخل البطارية وبيتفاعل كيميائيا مع الزنك اللي موجود في صورة صلبة وبيحوله إلى صورة زائبة. وبالتالي النهارده طول ما انا بستخدم هذه البطاريه فبيتم استهلاك الزنك بشكل تدريجي لحد ما ينتهي كل الزنك الموجود في البطاريه ومعاها ينتهي عمر البطاريه. عشان كده بنقول ان البطاريه دي بطاريه اوليه او انها لا تستخدم الا مره واحده فقط. طبعا في المقابل بطاريات الليثيوم بطاريات قابله لاعاده الشحن، ممكن نستخدمها اكتر من مره. عشان كده العلماء النهارده التحدي الاول اللي بيواجهنا هو ان ازاي نخلي هذه البطاريه قابله لاعاده الشحن. وعشان نعمل ده لابد من وجود عامل حفاز قوي جدا عشان نقدر نعكس كل التفاعلات الكيميائية اللي لسه وصفتها من شوية. والحقيقة ده هو موضوع البحث الجديد. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.